الحكايه ديال هذه الندوه هو يسبق الندوه الوطنيه اللي غتكون في اكادير في موتيم هذه السنه. كذلك هو تجربه متميزه كمركز للبحث العلمي والاكاديمي، حيث انه كيجاوز ما بين البحث العلمي والممارسه الواقعيه. طبعا الحال يجب التاكيد في البدايه بانه الجهويه اللي كانت اراده ملكيه، والهدف منه هو تحديث هيكل الدوله واصلاحها بشكل عميق ومعالجه الادوار بين المركز والمجال، وكذلك بناء النموذج التنموي الجديد اللي كان تقريبا ما يزيد على 18 خطاب ملكي منذ يعني سنه 1993، يعني سنه 2011، والنقاش في هذا الموضوع. إذن اليوم كذلك يعني في ظل الدستور ديال 2011 وبعد صدور القوانين التنظيميه، خاصه قانون 111/14 المتعلق بالجهات، وكذا النصوص التنظيميه المؤطره لعملها وصلاحيات رؤسائها ومجالسها، اتضح بان فعلا الجهه اليوم بلغت من مستوي اهلها يؤهلها لتكون ليس فقط جماعه تراميه ذات صلاحيات كامله، بل كذلك فضاء ترابيا حقيقيا لاندماج السياسه العموميه وانسجامها، ومركزا اقتصاديا واجتماعيا لاتخاذ القرارات الجهويه داخل اختصاصاتها، وكذا المشاركه في القرارات ذات البعد الوطني. والمغرب اليوم يعمل جاهدا على ارساء دعائم تجربه تنمويه جديده تبتغي في ظاهرها اضفاء ديناميه جديده على الوضع التنموي برؤيه مختلفه عن سابقاتها، ليس فقط لتحقيق الاستقرار السياسي اللي كان في البدايه الهدف هو في الاقاليم الجنوبيه، يعني بناء على النموذج التنموي في الصحراء المغربيه، ولكن في باقي جهات المملكه. الان نحن نسعى الى استقرار يعني سياسي على الصعيد الوطني، والمنطلق ديالو هو الجهويه المغربيه والنموذج التنموي المأمول، وذلك في وضع جيوسياسي تعرفونه جميعا تعرفه المنطقه. وعليه فإن الحديث على اي نموذج تنموي جديد لا يمكن ان يتم بمعزل عن جهوي متقدمه تقتضي بالدرجه الاولى اعاده توزيع السلطه المؤسساتيه لفائده الجهه، مع ما تستلزم هذه الإعادة من تخلي الدولي بشكل تدريجي عن مجموعة من المهام وتحديد الأدوار الجديدة للدولة وعلاقاتها بالجهة، واعتماد مقاربة تتبنى إدماج الأبعاد الثقافية والتاريخية والمتغيرة الجيوستراتيجية والسياسية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى وضع جميع الطاقات التي تصور بها الجهة، وكذلك عدم التمركز الإداري في خدمة الجهة وتنميتها، مع تفادي السقوط في مركزية من نمط جهوي، وهذا لن يتأتى إلا بالقطع النهائي مع النزعة المركزية المفرطة. إن اختيار الجهوية المتقدمة لتكون مع محور نموذج التنموي المغربي وترسيخ مبادئها يأتي كذلك في صلب السياسات الحكومية، وكذلك من خلال المحور الأول للبرنامج الحكومي، إذ في هذا الإطار تم إصدار العديد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالجامعة الترابية، وكذلك الميثاق ذات التمركز الإداري، هذا مع رصد موارد مالية كما جاء في مجموعة المداخلات السابقة هامة قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة اختصاصاتها وأدوارها التنموية، وذلك من خلال تخصيص نسب معينة مئوية على مستوى الضرائب. إن أي نموذج تنموي جديد ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع جهوية متقدمة تشكل فيه الجهات إطارا جغرافيا يمارس المسؤولون عن التنمية تفكيرهم ضمنه، وبنيات مجالية متناسقة ومتناغمة قادرة على استيعاب نموذج التنمية المنشود وعناصر التفكير الجديدة مضمنة فيه، هذا دون إغفال دور الجامعات الترابية وخاصة مجالس العمالة والأقاليم في تنفيذ السياسات العمومية وتنزيل مضامين النموذج التنموي المرتقب، وخصوصا على مستوى القطاعات الاجتماعية باعتبارها صلة وصل لتعزيز التعاون الترابي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 112/14 المتعلقة بعالم العمالة الأقاليم. إن نجاح أي مقاربة مستقبلية لبناء الجهة المتقدمة بوراثة نموذج تنموي جديد رهين بتواجد المنظور القطاعي إلى منظور شمولي التنمية، مع الإيمان القوي بأن التنمية هي قضية كل مكونات الأمة، ولا يتعين فيها التمييز بين تنمية فينا الأسفل وتنمية الأعلى بقدر ما يتعين إبداع مظاهر التنسيق التي تتيح عقلنة العلاقة بين الدولة وممثلها.